نشرة إنذارية، زخات رعدية محلية قوية مصحوبة بالبرد. في نشرة إنذارية أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات رعدية محلية قوية 20 إلى 40 ملم مصحوبة بالبرد مرتقبة اليوم السبت وغدا الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية محلية قوية 20 إلى 30 ملم مصحوبة بالبرد بكل من بوجدور والعيون وطرفاية، وذلك ابتداء من الساعة الثانية من بعد زوال اليوم السبت وإلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الأحد. وأضافت أنه من المرتقب أيضا تسجيل زخات رعدية محلية 20 إلى 40 ملم مصحوبة بالبرد غدا الأحد بكل من الحوز والترودانت ووارتزات وشيشاوة وظلال وشكايت باها والتيزنت، ومن الساعة العاشرة صباحا إلى الحادية عشر ليلا.